واش الخوت فيديو جديد اليوم غادي نشوفوا اخر مغنات في السبرديلات نايك اديداس جميع انواع هنا في امريكان. هنا كنشوفوا في هذا الحيط هذا كاين الدي ان هذاك الزرق اللي شفنا المره اللي فاتت وهذا الليموني هذا هو الاخر ديالها لون واعر كيجيب الليموني والكحل. الثمن ديالها 170 دولار بالنسبه لخوتنا المغاربه الثمن غادي يكون تقريبا واحد 1800 درهم ولا 1900 درهم هنا في امريكان يعني غتكون غلا في المغرب 2200 2300 انا ما عارفش بالضبط الثمن ديال المغرب ولكن غير كنحاول نعطيكم واحد استيماسيون تقريبا. بالنسبه هنايا اديداس كامبس 110 دولار تقريبا واحد 1200 درهم كما قلت الاثمنه هنايا ديال امريكان. هنايا عندنا اديداس اخرين بحال هاد لاغازيل هادي فهمتين العشاقه ديالها معروفين 100 دولار واحد 1100 ولا 1200 درهم هنايا في امريكان يعني في المغرب واحد 1500 درهم ولا 1600 الا بغيتي هاد اوريجين ديال امريكان تقدر تكون ارخص كما قلت انايا الاثمنه ديال المغرب انا ما متاكدش منه ما كنحاول نعطي واحد الاستيماسيون. هنايا عندنا هاد جوردن هادي طايحه للسول 80 دولار لنيو بالانس في الجهه هادي زدنا هنايا واحد الكابيات بانو لي محطوطين في هاد الطبيله هادي ونشاركهم معاكم شي هما زوينين بحال دابا هادي فاك لاف ديال موني هادو كاملين طايحين للسول الثمن ديال هادي كتبقى 19 دولار تقريبا 20 دولار واحد 200 درهم ولا 210 درهم بحال ما هكاك. هاد الوارنين بي اوار اوف دوغ زعما كاين حدا من الكلاب معروفة ان هنايا في امريكان هاد المقولة هادي كيديروها الناس الديور ديالهم باش بنادم ميقربش لهم الديور. هاد العقرب هادي دون نوت ديسترب كابية واعرة هادو كاملين 20 دولار الكابيات هادو يعني واحد 200 درهم بحال هكاك. اتلانتا كاينه تما كاينه اتلانتا بريفز هادو بحال لي تيم ديال الرغبي وديال البيسبول هنا تيكونوا في امريكان. هنايا غادي نشوفوا الجاكيطات هادو زوينين ديال كوليج فوتبول امريكان هنا اتلانتا دي فالكنز. هنايا توم جيري هادي ممبرز اونلي هاد الماركة هادي معروفة هنا في امريكان. عجباتني هاد الجاكيطة هادي ديال توم اند جيري انا كنت من العشاق ديال توم اند جيري باش كنا صغار. هادي طايحة السولد ب 60 دولار كاين لوني تونز هنايا كيما كتشوفو هنايا الانترنور ديالها راه اوريجينال توم اند جيري ستيليا ممبرز اونلي كيما قلت هاد الماركة هادي راه معروفة هنا تقدرو تكونو عارفين حتى نتوما تما كاينة في المغرب. ومن اللور ديالها راه كيجي طوم بحال هكدا كبير وجيري كيجي على اليمين مضروبة عندك ممبر اونلي لتحت. هنايا نشوفو كوبرا ستين اير عندنا هاد الخضرة هادي هاد الخضرة هادي راه 2024 ولكن قبل من ديك الكحلة اللي فوقو منها هاد الكحلة هادي راه 2024 هادي اللخرة هادي هنايا في امريكا ما عرفتش انا بالنسبه للمغرب. ما تنساوش الدراري سبسكرايب لايك الفيديو بارطاجيو مع 20 قولوا لي شنو بغيت نجيب لكم فيديوهات جايين. كما تشوفوا هنا في التيكيته ديالها هاي شهر جوج 2024 هاد الويلة هادي تا هي خارجة مع ديك الكحلة تا هي راه 2024 هنا كاين الحوايج وفي هاد الجهة هادي كاين السعر هنا كاين الكليرنس يعني فين كيطيح السولد هنا عندنا الاير ماكس بلاس دريفت اللوين هذا راه طاح للسولد 165 يعني واحد 1700 درهم. بالنسبة لهاد تي ان اير كوبرا طايحة 130 يعني واحد 1400 درهم بحال ما هكاك كانت 165 داكشي باش كتخرج. وهادي تا هي طايحة الصود 127 نفس الثمن كانت خارجة 176 هادي ديال شهر 5/2023 وهاديك الزرقاء تا هي راه 2023 هادو ديال داك العام ديال العام اللي فات شهر واحد شهر 3/2021. بالنسبة هنايا واحد المحل اخر
كنشوف هنايا الاير ماكس دي ان نفس الثمن طايحة 130 يعني واحد 1400 درهم بحال هكا. هذا لون اخر بحال داك الاورانج اللي شفنا في الاول ولكن شويه قاصح زون الاورانج بحال الكرونا زوينه تاني بالسيليه بزاف اير ماكس دي ان فيبر ماكس هاد الكري هذا والاخر جي كري مغموق وكري فاتح ومن التحت ديالها السوميله ديالها جايه بحال الارمي 810 كاين لا صوت لا والو في هادو باقي الحال عليهم يعني واحد 2200 درهم ولا 2300 درهم. بالنسبه لهاد الفلاينيت راه 1210 نفس الفيبر ماكس 2200 درهم 2300 درهم ما عرفت السميه ديالها بالمغرب ولكن هنا في امريكا تيقولوا لها فلاينيت. بالنسبه للاير ماكس 95 هذا الاورانج هذا والبيض وكحل هذا هو الاخر ديالها تبقى 175 لواحد 1850 درهم 1900. هذا الكحل هذا هو الخضر تا هو مسيلي 95 تبقى شايب ب 1800 درهم. الاير ماكس هذه اللون ديالها مسطي هذا البيج هذا والكرونا والبيض تبقى ب 130 يعني واحد 1400 درهم بحال هكاك. كنزيد ديك 100 درهم ولا 200 درهم ديال الطاكس لحقاش هنا في امريكا عندنا الطاكس. هاد الاير ماكس هادي كحل وكري وحمر مسطية بزاف هرمانة و الكحلة هي اللخرة فيها. هنا عندنا البيست الاف هاد اللوين هادا عجبني بزاف كري وزرق كتجي مسيرية جاية في اللبسة ديالها. هادي طايحة السولد 95 دولار وكتخرج هي ب 110 يعني واحد 1000 درهم ولا 1100 درهم. هادي اللي عجبتني بزاف شوكس انا كانت كتعجبني فاش خرجات في التسعينات. هادي هي الاخرى ديالها عاوتاني رجعها دابا بهاد الكري والزرق لوينات مسطين الاير ماكس شوكس كنا كنقولو على المونتيسورات. هنا انا باقيين تيعيطو على المونتيسورات في قرايا. هادي ب 170 دولار يعني واحد 1800 درهم خرجات بجوج لوان في هداك اللون وفي هاد البيض هنا بيض وكري واللوغو راه بالحمر ولا لورونج. والفيميرو خمسة فيميرو فايف او تاني راح اجي في الكحل والقري ولا بيض وقري تبقى ب 160 دولار 1700 درهم. هذاك البيج ديالها تا هو زوين والتحتانية غير راه طايحة الصوت 115 لواحد 1250 درهم. هنا غنشوفو الاون ديال سويسرا هادي من احسن سبرديلات اللي كيعجبوني ديال المشي هما ماشي ديال ستيل ولكن ديال المشي. هادي الكلاود تيك خارجة في الكحل وفي داك اللون بيج. هنا عندنا المونستر كلاود تيك تا هي هي هادي خارجة 170 يعني 1700 درهم. هذا هو الاخر ديال الفيديو الخوت نتمنى يعجبكم ونشوفكم في الفيديو الجاي.